لكن لو مفيش غيره هنعمل ايه؟ فتاوى نباتية الفتوى الـ15 احنا الاساس. طيب خلينا الاول نعرف هو ايه الصابون الزراعي. عباره عن صابون بيحتوي على نسبه جيده من البوتاسيوم 6-10% تقريبا. ليه فايدتين: مصدر جيد للبوتاسيوم للنبات، مضاد حشري يكافح الاصابات الحشريه اللي بتصيب النباتات، العنكبوت والبق الدقيقي والثريبس. يستخدم عن طريق رش الاوراق امزجه بالزيوت الطبيعيه زي زيت النيم. احيانا الصابون الزراعي او البوتاسيوم مبقاش متوفر، ننصح باستخدام صابون الصحون او الاطباق بديل للصابون الزراعي. مش افضل حاجه للامانه، بيحتوي على معطرات وصبغات ممكن تاذي النبات. الصابون الزراعي بيعتمد في تكوينه على البوتاسيوم، صابون الصحون بيعتمد في تكوينه على الصوديوم اللي بيكون قاسي شوية على أوراق النبات. لكن لو مفيش غيره استخدمه بدل مسيب الحشرات. سناخد بالنا من التركيز يكون قليل كده، نص معلقة صغيرة على لتر مية. لما ترشه على النبات لازم بعدها بساعة تغسل الأوراق بالمية، عكس الصابون البوتاسي ما بنحتاجش نغسل الأوراق بعدها. دايما جرب الأول على نبتة واحدة قبل ما ترش نباتاتك كلها. هذا والله أعلم.